وصلتني كلمات الشيخ حسن أبو ظهر الثبيتي في رثاء الشيخ محمد بن صلاح الحصيني رحمه الله، اللي يقول فيها: يكبر فجعتنا على بعض الأصحاب اللي على فجأة يروحون عنا، يقفون في لحظة مثل سكت الباب، لا كلمة منهم ولا علم منا، أقفوا عن الدنيا طويلين لشنا بحصوم مجد في سمانا، تبنى اللي سوات الشيخ حلال الأنشاب ومن الشيوخ اللي تشرف، وطن قاضي بحكم الشرع مرجع، فالانساب وتقوى ودين وعلم من كل فنا، وشيخ الكرم في بيت مرفوع على طناب، تجي لها الضيفان منا ومنا، وكفه ندية كنها الغيث صباب، من مدته يرتاح قلبه المعنى، مثل الجبل شامخ يحزى وينهاب، من يزبنه يحصل على ما تمنى، لنغاب وقفة ذكره الزين ما غاب، النار حية ونجورها تدنى، عساه في الجنة بلا عد وحساب، يصبح ويمسي في الجنان يتهنى. وجريت الشيخ حسن أبو ظهر الثبيتي في رثاء فقيد الجميع الشيخ محمد بن صلاح الحصيني رحمة الله عليه، وقلت: يا أبو ظهر يا أبو ظهر، شبيت فالصدر مشهاب، يقلب مواجعنا ويحيي زعلنا، أنت تشوف الفعل بعيون الأصحاب، يا ويش لو تعرف فعوله بهنا، أبو صلاح الناشط الغاز الأثقاب، يطفي موالعها ويطفي ضغنا، لو دارت الدنيا وشذنا الأقطاب، ما فيه يوم يغيب ولا تونى، عطفه كبير وخيره يعم الأقراب، يعطي ولا يلحق عطاياه منا، إذا ابتسم يرتاح محروق الأعصاب، يا كم مرة لأجل غيره تعنى، في كل لابه فيه هامل الإعجاب، نشهد أنه كان سيد زمنا، فعله مصنف ضمن ممنوع الإعراب، الناس تشهد له حنا ضمنا، اسمه مجمنا مع الناس الأغراب، رافع مكانتنا ولحدنا شحنا، عز الله أنه راح مدهال الأجناب، ما ينفع الهاجوس واللي تغنى، ابكه وأنا ببكيه يا شيخ على الباب، محدن بلا يمنا فقدنا جمنا. فارس مشعل.